عراق ما بعد تشرين ليس كما قبله. هذه العبارة تنطبق على حال المرأة العراقية التي اندفعت كالسيل الجارف لتشارك الثوار ثورتهم وتكون خير سند للثائرين في طريقهم المليء بالتحديات. وبطبيعة الحال فإن ثورة نساء العراق في تشرين أخذت أشكالاً مختلفة، فمن المسيرات الطلابية والاعتصامات مروراً بالأعمال التطوعية الإغاثية منها أو الخدمية، وصولاً إلى الدعم المادي أو المعنوي أو كلاهما. صوتنا ثورة، احنا بداية لكل ثورة، يعني المرأة لازم تطلع وتساند اخواننا. احنا هنا المتظاهرين كلهم اخواننا، اذا ما طلعنا وساندناهم يعني حيصير ان فد مجالنا فارغ. فاحنا طلعت الرسامة وطلعت يعني ربة البيت وطلعت الطباخة وطلعت اللي تطبخ واللي تغسل واللي ترسم والمسعفة والدكتورة. تقول احدى المسعفات العراقيات في بغداد إن النساء بتعاونهن مع الرجال يبنى عراق جديد يمكن مشاهدته في ساحة التحرير ومحيطها. يعني بأسبوع واحد تحولت ساحة التحرير ناس اعتبروهم وزارة صحة باعتبارهم مسعفين، وزارة كهرباء قدروا يأسسون كهرباء للمطعم التركي وإنارة موجودة على طول الطرقات، وزارة ثقافة وإعلام اليوم الإعلام ده ينشر صورة كلش حلوة، شباب نازلين ينشرون يعني صورة جميلة عن التظاهرات الموجودة، فنانين دي يرسمون، هذه ثقافة وإعلام. وشي يسموها وزارة شي يسموها أمانة بغداد، وزارة بيئة، شي يسموها ما أعرف، فرق تنظف، يعني عبارة عن يعني تدخل ساحة التحرير اليوم هي عبارة عن عراق مصغر. ما تعرضت له الناشطات المدنيات والمتطوعات من قمع واختطاف منذ بداية ثورة تشرين أثار غضباً كبيراً لدى جميع النساء التي طالبنا بمحاكمة الفاسدين وقتلة العراقيين. احنا نطالب بمحاكمة كل من كان له يد في قتل هذه الأبرياء، ونطالب بمحاكمة عادل عبد المهدي في ساحة الحبوبي حصراً. سرقوا وطننا ومستقبلنا وصادروا حريتنا، ولهذا نحن هنا لنقول كفى للطبقة السياسية الفاسدة، والكلام لإحدى السيدات العراقيات في ساحة التحرير. أدعم المظاهرة، أدعمها بكل شيء، حتى الحكومة ما نعطيها مجال، لأنه إحنا تعبنا على مدى 16 سنة الدرجات الوظيفية إلهم، اللي يطلع تقاعد الدرجة إله، الوظائف، الشباب. أنا وحدة من الناس، ابني خريج قانون قاعد بالبيت، واللي ما عنده شهادة قاعد بالبيت، واللي حتى من كل الفئات على مدى 16 سنة خيراتنا ونفطنا وكل الثروات هي بس للحكومة. وعلى جدار الأمنيات في ساحة التحرير تترك نساء العراق التي مررن من هنا ما يجول في نفوسهن، وطن جديد يسع الجميع فعلا هو على رأس قائمة طموحاتهن بعد تضحيات جسام بدأت في تشرين الخالد.